معكم يحيى المرجان لكم في واحد الفيديو سبيسيال. علاش هاد الفيديو غادي تكون سبيسيال؟ علاش؟ حيت فيها جوج حمقين تحدي اس اثنان. علاش؟ حيت فيها جوج حمقين، والاول هو انا والثاني هو سفيان فيكيكي. هاد التشالنج ما غاديش يكون بحال كاع لي تشالنج. علاش؟ حيت غادي نمشيو لواحد العرس، غادي نمشيو لواحد قاعة الافراح اللي ديما كيكونوا فيها العراسات، وغادي نمشيو لشي عرس تاع شي واحد اللي ما كنعرفوش. انا وسفيان فيكيكي دابا غنتسنى يبدل حوايجو. دابا انا غادي نمشي نبدل حوايجي. واحد جوج يلا دابا غادي نخرج. با الدراري ها هو سفيان، ها هو دابا كاين واحد العرس القدام غادي نلبسو، غادي نلبس الحطه وديك الساعه غادي نمشيو. ياك سفيان؟ فوالا هادشي اللي كاين باش نبانو اننا من الناس، غادي نضربو عليهم اللعيبات وغادي نحاولو اننا ندخلو بصمت بطريقه ايكولوجيه محضه. فوالا يلا اخويا نمشيو. با الدراري يلا نتحرك. هنا في كيكونوا العرافات، كاينين بزاف ديال العرافات، دونك حنا خاصنا نختاروا واحد. كما كتشوفوا راه متقل من راكشي تاع ديك الدار، وكاين وحدين اخرين اللي اللور كاينين في ديك الدار. دونك حنا غنتسناو حتى تعمر الدنيا وغادي نشوفوا فين غادي نمشيو. كاين واحد لهي، يعني حنايا خاصنا نختاروا شي واحد اللي مناسب بزاف. وما نساوش بان معايا سفيان فيكيكيون راقص الدنقوان. الاخوان وانا كيبان لي هادشي ماشي ساهل، يعني ماشي انت غادي ديرها مع ولاد دربكم، يعني تلبس صنداله وكذا وتدخل غادي يعيقوا بك. راه باينه هي الصراحه الفكره ديال يحيى، قال لي الصات لبسوا وكذا في الاول عكس تكون كلي صافي. شوف غتلبس مزيان غتدخل، هادي راه باينه فهمتيني، غضرب انت ضاربي الحطيطه وريهم الحطه، وريهم ناري ناري ولا 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 وريهم الحطه، وريهم الحطه، وريهم الحطه ناري يا خويا. وبالنسبة للعيبة درناها بهدف بهدف الاستمتاع وبهدف الضحك وبهدف يطلع يحيى فلوق جميل وبهدف بهدف تيتيز بهدف نبيل بهدف. المهم ما نطولوش دابا، خصنا نتربصوا ما نبقاوش نبانو كندورو كنخربقوا. نوقفوا في شي بلاصة زعما حنا مالي اللي عاد وقفت ديك الوقفة ديالها تتسنى سعيد تعطل ولا تعطل والله لا تعطل خويا خاص سعيد طيلة. يلا خويا نشوف يلا خويا بون دراري حان وقت التحرك. اين واحدة بغيت؟ شكرا لله. صافي بركة راوند 1
في هذا الفيديو وصوفيان في جيجي محيح كيف العاده. كيفاش هو الصراحه الدراري بالرجوله يعني كان كيحسب لي شي حاجه ولا غلقاو مشاكل عادي ما انت ما تنعرفوهم ما تيعرفونا. دوزنا عشيه مزيانه وش نقول لكم ننصحكم انكم ممشي واحد كتقطع بيه بحال مثلا غادي الاكادير ولا غادي لطنجه وما ما لقيتيش فين تبات سير سول على شي يقول خويا شي قاعه الافراح كاين هنا راني معروض سير لابس مزيان وتوكل على الله والله ما كاينش تمشي مسير لابس انك عريس و كنبغي نقول لكم دور لي شويه ما تخيش معنا مالنا ندير دور مزيان هانت عارف بحال كنبان بوحدي هنايا. المهم الاخوان كنبغي نقول لكم فيديو هذا سالا و صافي يلا خلينا نشوفوا ما تنساوش اجوتني في لي ريزو سوسيو ما تنساوش يلا اخويا بغينا يلا تابوناو عندو